تمام. المحور بقى الاساسي بتاع الوثيقه هنا الحقيقه بيتكلم على حاجه مهمه جدا، وهو المصالح الحكوميه. المصالح الحكوميه يمكن دوله رئيس الوزراء لما كنا بنتكلم معاه في هذا الموضوع، وده اللي خلاه اهتم بهذا الموضوع واثاره في مجلس الوزراء وخد الموافقه كامله على تطبيق الوثيقه دي، ان احنا لقينا بعض المصالح الحكوميه فعلا الجهات الاجهزه الداخليه بتاعتها ما فيهاش صيانه، في هدر كبير جدا للميه، يعني في احد المؤسسات لما قسنا الميه بتاعتها الصبح والموظفين موجودين لقينا نفس قيمه التصرفات هي بالليل والناس روحت بيتها، فده معناها ان فعلا كان في هدر كبير جدا. هو تكنولوجيات ترشيد الاستهلاك موجوده اصلا في مصر، ولا احنا هنبتدي بقى نستحدثها بالتعاون مع مركز بحوث المياه والهيئه المصريه للتوحيد القياسي وجوده الانتاج؟ القطع الموفره دي هي موجوده في العالم، يعني مطبقه في اماكن كتيره جدا، لكن ما عندنا في مصر هي لكن ما هنا كانتش في مصر موجوده. احنا اللي موجوده، احنا ابتدينا، احنا جربناها سنه 2010 وعملنا تجربه عليها، تجربه حيه في بعض الاماكن عندنا في المصالح بتاعتنا، ولقينا فعلا ان احنا وفرنا حوالي اكثر من 40% من استهلاك الميه. فابتدينا بقى ندور على التصنيع المحلي، لان انا برضو هي القطعه مش رخيصه، يعني احنا الاسعار بتاعتها كانت بتوصل الى 100 جنيه و120 جنيه، فاحنا كنا بندور على اجهزه حكوميه تقدر، او اجهزه الدوله يعني، او مصانع خاصه تقدر توفر وتصنيع القطع دي بحيث ان الاسعار هيبقى مناسب. ففعلا عملنا مفاوضه مع الانتاج الحربي والهيئه العربيه للتصنيع، وفعلا هم نجحوا ان هم يصنعوا القطع دي، وطلعت فعلا اسعارها، يمكن النهارده كان ليه اتصال بيهم، وصل مثلا ان هم بيعملوا القطع ارخص حاجه بتبقى ب 10 جنيه واكتر حاجه يمكن توصل حوالي 30 او 40 جنيه، وده طبعا بالمقارنه الى الارقام الكبيره. هي القطعه الموفره برضو لو تسمحي لي انا اقول لحضرتك هي شكلها الخلاط بتاعنا في البيت، القطعه دي بتبقى راكبه جوه الخلاط، فانا بفك اللي موجوده وبركب دي. هي عباره عن فلتر، التكنولوجيا بتاعته بتعتمد على ان انا بدخل كميه هواء مع اندفاع الميه، كميه الهواء دي بتقلل كميه الميه لكن بتدي لك نفس احساس الميه، نفس احساس الكميه. فلما بتيجي وانت بتغسلي ايدك بتستخدميها مش حاسه ان الميه قليله. ليه بقى؟ لان احنا زي ما قلت ان هو مجرد ان هو مدخل كميه هواء، فالهواء بيعمل اندفاع لكميه الميه بتاعته، بتديك احساس انها كتيره. حضرتك في بعض الاحيان لما حضرتك بيفتح الحنفيه بتلاقي بتطرطش على الواحد كده من كتر الاندفاع الميه. لما بتعملي ده على اقصى برضو فتحه ليها للحنفيه دي برضو بتخلي الميه نازله بسلاسه جدا ومن غير ما بتعمل اي طرطشه زي كده، ولكن في نفس الوقت تديلك احساس ان انت معاكي كميه ميه للاستخدام الصح.